السلام عليكم ورحمة المولى وبركاته. أهلا بكم مجددا تلاميذ الصف الرابع في رحاب مادة اللغة العربية مع تمارين قصة خطوة الأولى، إعداد المعلمة نهى سعيد. تلاميذي، بعد أن طالعتم القصة ونفذتم تمارينها، لا بد من عرض لإجاباتها لتعمدوا إلى مقارنة إجاباتكم بها وتصحيح الخطأ إن وجد. التمرين الأول، توثيق لهوية القصة. فقصتنا عنوانها خطوة الأولى، من تأليف الكاتبة هدى ذياب. قام برسم رسومها محمد نور الدين، والإخراج إسلام ملك. أما دار النشر فهو مركز التأليف والنشر. أما التمرين الثاني فدراسة لمشاعر العصافير. فإذا رجعتم إلى القصة ستلاحظون أن العصافير عندما افتقدت لوجود غدير على الشرفة شعرت بالقلق، وعندما رأت أفراد الأسرة في حركة غريبة ولم ترى غدير ازداد قلقها وخوفها عليها. أما عندما رأت الغرفة مزينة بالبالونات والشرائط الملونة شعرت بالدهشة والإعجاب، وعندما كانت على الشجرة قبل أن تستسلم للنوم شعرت بالراحة والاطمئنان. والتمرين الثالث تحديد المتكلم لكل عبارة. فعبارة حجابك هذا أفضل من دمي، نلاحظ بعد العودة إلى النص أن الأب هو من قالها. أما العبارة الثانية، مبارك عليك حجابك يا غدير، فنلاحظ أن هذه العبارة لم يقلها جواد، لا الأب ولا الأم. إذن بعد الرجوع إلى القصة، من قال هذه العبارة هم الحاضرون في احتفال التكليف لغدير. والجملة الثالثة، يا رب كما باركت لابنتي هذه، بارك حجابها وأنر قلبها بنور وجهك يا كريم. هذه الجملة قالتها الأم. وتبقى الجملة الأخيرة التي قالها الأخ جواد، أعدك بأن أصون حجابك وأقف في وجه كل من يتعرض له بسوء. يأتي بعد ذلك التمرين الرابع، وهو دراسة لمشاعر غدير عند ارتدائها الحجاب. ونلاحظ أن الإجابة عن هذا السؤال ستجدونها في الصفحة الأخيرة من القصة، التي تضمنت عبارات تدل على ما شعرت به عند ارتدائها الحجاب. فهي قد شعرت بالفرح، ودلت عليها عبارة ها هو حلم غدير يتحقق، وشعرت بالفخر أيضا، ودلت على ذلك عبارة ها هي تتزيى بزي زينب وفاطمة. أما عبارة خطت خطوتها الأولى في طريق التكليف الإلهي فتدل على شعورها بالمسؤولية. والتمرين الأخير سؤال موجه للفتيات وسؤال آخر موجه للذكور، حيث يبدي كل منكم رأيه بالحجاب وعلاقته به ونظرته إليه. وهذا السؤال إجابته إجابة حرة، عليكم أن تراعوا الصياغة السليمة التامة والمحيطة بكل جوانب السؤال. لا تنسوا أحبتي مقارنة ما نفذتموه مع ما عرض عليكم. بوركت اليد التي ترعاكم، وإلى اللقاء مع نص جديد وعبرة جديدة. معلمتكم التي تحبكم.